نشتغل بكل طاقاتنا وكل جهدنا لأجل التخلص من الألقام المضادة للآليات والأفراد وبعض كميات كبيرة من القذائف من مخلفات الحرب. واليوم معنا تفجير ألقام الذي تم اكتشافها وتجميعها، أكثر من 1020 لقم مضاد للآليات وأكثر من 60 لقم مضاد للأفراد وقذائف متنوعة ومختلفة تم تجميعها، أكثر من 550 قذيفة من مختلفة الأحجام وفيوزات من مخلفات الحرب، مخلفات الألقام فيوزات أكثر من 570 فيوز. والحمد لله يعني نحن بنعطي كل طاقاتنا وكل جهدنا لأجل التخلص من هذه الألقام، هذا العدو الذي يوجد تحت الأرض لا يعرف الصديق ولا يعرف العدو ما يميز. والحمد لله الأمور مستمرة، ونشكر منظمة مسام على دعمها لنا الدعم السخي، والأمور بإذن الله طيبة وتمشي إلى الأفضل. هذا العمل عمل يعني خطير جدا، ونسأل من الله أن يوفقنا إلى ما فيه مصلحة الجميع ولعمل الخير إن شاء الله.